بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام في كل مكان أحييكم مرة أخرى وأرحب بكم أجمل ترحيب في انطلاقة الشوط الرابع اللي خصص للقعدان الثنايا المهجنات. المسافة هي 8 كيلومترات في صباح هذا اليوم يوم الجمعة المبارك. أتابع مع حضراتكم انطلاقة وشعارات لأبناء القبائل. هذا الشوط يحمل في طياته أعداد كبيرة مشاهدين الكرام، لعلها مكتظة 8 كيلومترات بالشعارات، بالمنافسة، بالإثارة، بالقوة. أتابع المركز الأول. المركز الأول بداية مع مثير مع المركز الأول. مثير ينطلق مع انطلاقة المركز الأول. سعيد بن حليس العويس مع مقدمة الشوط. سعيد بن حليس العويسي في المركز الأول. المركز الثاني، المركز الثاني شمردل. شمردل مشاهدين الكرام مع المركز الثاني. منصور بن سعيد بن حمدش الخيالي مع المركز الثاني يقدم لنا شمردل. المركز الثالث البترول مع المركز الثالث. ابراهيم بن احمد بن مانع بودواس العجمي مع المركز الثالث. مرحبا بشعار بودواس. المركز الرابع في هذه اللحظات ضيف مع المركز الرابع. ينطلق ضيف نهيان بن حمد بن ركاض العامري مع المركز الرابع، بدأ يشكل الضغط. المركز الخامس شعار محفوظ بن خميس الجنيبي مع المركز الخامس يقدم لنا سوبر هاتريك مع المركز الرابع. 4 نقاط يعني هذا الاسم. أتمنى لك التوفيق والتوفيق والسداد لكل المشاركين. المركز السادس الخمس المراكز الأولى راحا مع الكادر الأعلى. نذهب إلى الخمس المراكز الأخرى من السادس إلى العاشر. هنا المركز السادس يحمل الرقم 9 الذيب ماجد بن محمد بن عبيد الفلاسي. المركز السادس اللي في مطاردة قوية مع الذيب. المركز السادس شعار يحمل الرقم 18 شاهين علي بن سالم بوظفيره العامري. يقدم لنا شاهين من قدم لنا مياسة مع الشوط الأول واحتلت المركز الثاني. بينما المركز الثامن في هذه اللحظات، المركز الثامن شجاع مغير بن ناصر بن مغير العميمي يقدم لنا شجاع في هذا الشوط. المركز التاسع اللطام مع المركز التاسع محمد بن ناصر بالعوضي المنهالي مع المركز التاسع في هذه اللحظات. المركز العاشر من يحمل الرقم 10 شاهين ملك السودي بن قريع العامري يحمل الرقم 10 وهو في عاشر المراكز. بعد المركز العاشر أضع النقطة بعد السطر وأعود إلى مقدمة الشوط. وأعود إلى الصدارة. أعود إلى البترول. البترول ما زال في منافسة قوية، ولكن وصل شعار محفوظ بن خميس لينيبي يصل في هذه اللحظات ليشكل الخطر. من يقدم لنا سوبر هاتريك في هذه اللحظات؟ منطلق سجل الهاتريك اول يلي نيبي، ومن بعد ذلك هات السوبر الهاتريك. ما زال مسيطر مع المركز الاول، ينطلق بكل قوة. بينما المركز الثاني ضيف مع المركز الثاني، ضيف على المركز الثاني في هذه اللحظات، احتل المركز الثاني في ضيافة المركز الثاني. انهيان بن حمد بن ركاض العامري يقدم لنا ضيف. المركز الثالث في هذه اللحظات هنالك شمردل مع المركز الثالث ينطلق بقوته
بأناقته بعملاقة هذا الشعار الأزرق والنجم البيض الساطع، ينطلق مع المركز الثالث شمردل منصور بن سعيد بن حمدش الخيالي. المركز الرابع، رابعا مثير، مثير يا مثير، بدأ يثير الجميع، بدأ يثير المضمرين، بدأ ينطلق بإثارته المعتادة، مثير تعود الملكية سعيد بن حليس العويسي. الأربع المراكز الأولى أسماء قوية، ما بين الضيف وما بين شمردل وما بين مثير والقيادة مع سوبر هاتريك. المركز الخامس وصل في هذه اللحظات البترول مع المركز الخامس أحمد أم إبراهيم بن أحمد بن مانع بودواس العجمي مع المركز الخامس. المركز السادس شاهين علي بن سالم بوظفيره العامري. المركز السابع الذيب ماجد بن محمد بن عبيد الفلاسي، ومحمد بن عبيد الفلاسي متابعا يقدم الذيب في هذا الشوط. المركز التاسع، نعم المركز التاسع لطام محمد بن ناصر بالعوض المنهالي، من يقدم لنا لطام. المركز العاشر، المنافسة على المركز العاشر، شجاع ما زال مع المركز العاشر. وصلت الأسماء، وصلت الشعارات، أرى أسماء قادمة بكل قوة، شعارات قادمة للضغط للمنافسة. شجاع مع المركز العاشر، مغير بن ناصر بن مغير العميبي. هذه هي النتيجة مشاهدين الكرام، ولكن قادمة القعدات، قادمة الثنايا، اشتاقت للثمانية كيلومترات. تعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى المراكز الأولى، أعود إلى مقدمة الشوط. ما زالت المنافسة مع سوبر هاتريك يقود المجموعة، ومنافسة ثلاثية في مطاردة للسوبر الهاتريك، في مطاردة هاتريك في الثلاثة بطارد هذا السوبر اللي حلق سوبر هاتريك. محفوظ بن خميس لينيبي هو المالك، ولكن ضيف شمردل وضيف يبي يجرب ضيافة المقدمة. محلها الضيافة بتقدم لك ناموس زعفران، ضيافة المركز الأول، ضيف في المنافسة نهيان بن حمد بالركاض العامري، والمركز الأول دائما يرحب بالجميع. مقدمة الشوط ترحب بالجميع، يا مرحبا وقلط هنا مع المقدمة. المركز الثالث شمردل منصور بن سعيد بن حمدش الخيالي مع المركز الثالث. المركز الرابع الذي يتابع الموقف، مثير يتابع مشاهدين الكرام، يتابع المركز الرابع، ينطلق مثير سعيد بن حليس العويسي. أعود إلى المراكز الأولى، إلى مقدمة الشوط، ما زالت الأمور مشاهدين الكرام في خطر. أعود إلى مقدمة الشوط، إلى الأربع المراكز الأولى، ما زال شمردل وسوبر هاتريك وضيف ومثير. هل أحد قادم؟ هل هنالك من قدوم؟ الأمور ما زالت، لكن بناخذ نظرة على المراكز الأخرى، على الأسماء القادمة. المركز الخامس مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات، هنا وصلنا إلى المركز الخامس مع نظرتي للمراكز الأخرى، وأعطيهن أيضا التعليق. المركز الخامس لطام محمد بن ناصر بالعوض المنهالي. المركز السادس 1500. المركز السادس شاهين علي بن سالم بوظفير العامري. المركز السابع نجد مسلم بن محمد الشدي. المركز الثامن شجاع مغير بن ناصر بن مغير العميمي. المركز التاسع بالشعار الأسود والأبيض
يحمل الرقم 9 ديب ماجد بن محمد بن عبيد الفلاسي، عاشرا يحمل الرقم 22 رياض بخيت بن علي الخصواني. عشرة مراكز أعود إلى مقدمة الشوط. المركز الأول سوبر هاتريك عاد من جديد إلى مقدمة الشوط. محفوظ بن خميس الينيبي يقتحم المجال 7 كيلومترات ونحن مع سوبر هاتريك، ويتبقى الكيلو الأخير. المركز الثاني الضيف انهيام بن محمد بن ركاض العامري، خطير هذا الضيف، ولكن يعود إلى مقدمة الشوط وإلى سوبر هاتريك. سوبر هاتريك مع المركز الأول مع شعار محفوظ بن خميس الينيبي. من قدم لنا الأسماء اللامعة؟ أتذكر قدم لنا مشاهدين الكرام لندن، وقدم لنا باريس، وأيضا قدم الأسماء القوية. اليوم يقدم لنا سوبر هاتريك، ولعل هذا الناموس يعني بأنه عن أربع نقاط بأنه سوبر هاتريك. المركز الثاني ضيف مع المركز الثاني انهيان بن محمد بن ركاض العامري، ولكن أعود سوبر هاتريك. وفايل بن حليس العويسي المتابع، فايل بن حمد العويسي المتابع في التضمير، ها هو سوبر هاتريك يحقق النقطة الأولى، وبإذن الله تعالى تتوالى النقاط من نصيب هذا الشعار محفوظ بن خميس الينيبي. تهانينا لمحفوظ بن خميس الينيبي ولفايل بن حمد العويس المتابع في التضمير. ضيف ملك هيان بن محمد بن ركاض العامري ثانيا، ثالثا مدير ملك سعيد بن حليس العويسي المركز الرابع. وصل للطام ملك محمد بن ناصر بالعوض المنهالي المركز الخامس. وصل مع المركز الخامس شمردل ملك منصور بن سعيد بن حمدش الخيالي. هكذا مشاهدين الكرام في كل مكان النتيجة للخمس المراكز الأولى. نحن بانتظار التوقيت الزمني لحظة وصول سوبر هاتريك من حقق الفوز الجميل والفوز المستحق. تتابعون الانطلاقة والمنافسة في الكيلو الأخير. هنا لحظة الوصول، تهانين المحفوظ بن خميس الينيبي، 13 دقيقة 17 ثانية 8 أجزاء من الثانية. بينما من احتل المركز الثاني ضيف، تهانينا لمالك ضيف ومن قدم ضيف، 13 دقيقة 19 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا لنهيان بن محمد بن ركاض العامري. بينما المركز الثالث وصل مشاهدينا الكرام مدير ملك سعيد بن حليس العويسي، أجزاء الثانية 5:20:13. هكذا مشاهدينا الكرام في